كل انسان عنده اكثر من جهاز ابل لازم يفوت يفعل هيدي الميزه. مثلا عندك 2 ايفون، عندك ابل ووتش، عندك ايربود، عندك ايباد، لازم تفعل هيدي الميزه لانه هيدو في شيء انت يمكن تضيعه تنساه بمكان معين، فورا بيبعث لك اشعار. بنفوت على الفايند ماي، انا عندي هو كل الاجهزه محطوطين على نفس الاي كلاود، ما في شيء بضيع فيهم منهم لانه انا كله عندي هون محطوطين عندي على تليفوني. مثلا انا عندي الايباد نسيته بمكان معين، الايباد فوت انا على الايباد، في شيء اسمه نوتيفاي هون ليفت بيهايند، هيدي لازم تفوت تفعلها على كل اجهزتك الابل، لانه لما بتنساه بمكان معين فورا بيبعث لك اشعار انه انت نسيته. وهون انت بس بتكبس بلاي ساوند بيعطيك هيدا الصوت، هيدا الصوت لحتى انت توجد هيدا الجهاز اللي انت فقدته او نسيته وراك. هيدا خاصية جدا مهمة لازم تفعلوها على كل اجهزتكم اذا عندكم اكثر من جهاز ابل انت بتحمله شخصيا. لا تنسين سبسكرايب واللايك والشير، وانطرني فيديوهات حلوة ومميزة.